جميل. عايزة سنين وانت بتروحي بتروحي وبتيجي، لا عارف ليكي لا مكان ولا زمان ولا أهل ولا فصل. أنا قدامك وفي كل حاجة حواليك، بس أنت اللي مش عايز تشوف. عملالي حاجة ما كلاني مشربان، انتي سحراني سحراني. انا حاسس اني حاسس اني حد تاني. هتحرك ازاي وانا السحر كله؟ انا الحلم اللي بتحلم وبيتحقق يا بيتر. قول لي عاوز ايه وفي ثانية تلاقيه. انت ايوه انا ام صبيان، انا اللي بتهرب منها في كل خطواتها. وفاكر ان الخيمة دي هتحميك مني. غلبان قوي يا بيتر، أبوك نسي يقولك إن إحنا بنيجي في أي مكان وقت ما نحب وبأي شكل. لا أنا مش جاي أخوفك، ده أنا بحبك يا بيتر وعاوزاك، عاوزاك ليا لوحدي في مملكتي. هتلاقيني جايلك تاني، مش هسيبك يا بيبي، انت ملكي. لا لا يا بيتر، لا مش هي، محدش خد ولدي مني. دي مش حقيقة يا بيتر، مش حقيقة يا بيتر. لسه برضو مش عايز تحكي لي حكايتك. اعتبريني مريت بتجربة روحانية عالية خلتني مختلف شوية. مش حابب تحكي، يبقى احكي لك انا. كل حاجة ابتدت معايا وانا لسه صغيرة، وعمري ما عرفت هشوف ايه ولا امتى هشوف، لحد ما حصلت جريمة القتل. انت عرفت ازاي؟ ما تخافيش، انا مش بقولك كده عشان تتخضي وتخافي، انا بقولك كده عشان اطمنك. انا شايفه معاكي على طول، وانا متأكد ان انتي حاسه بيهم على طول. عمري ما كنت اتخيل ان هم يختفوا من حياتي كده فجأة ويموتوا بالطريقة البشعة دي. وللأسف ما عرفتش اساعدهم ولا اعمل لهم اي حاجة.
تتضايقيش، هم عارفين، عارفين انت بتحبيهم قد ايه، كان نفسك اكيد تساعديهم. الفانوس. فانوس؟ فانوس ايه؟ مفيش هنا فوانيس. ابو فانوس بينده عليا، ابو فانوس بينده عليا. لارا، ابو فانوس بينده عليا. مش لارا انا هنا جنبك، خليكي ماسكه ايدي وما تبصيش ناحيته خالص. هو ايه اللي حصل؟ انت اتسحبتي، ما كنتيش عايزه تبصينا ولا تشوفينا، ما كنتيش عايزه تفوقي. خرجتيني ازاي؟ انا شفت اللي انت شفتيه. زياد عنده حاجة عايز يقولها لكم. أنا في كل أحلامي بشوف رغد وهي محبوسة هنا في الصحراء، لأن الوحيدة اللي مصدقاني. وأنت كمان بتصدق. وأنا مصدقكم انتوا الاتنين. وأنا كمان مصدقكم. لارا، بقولك إيه، في حاجة كنت عايز أتكلم معاكي فيها كده، تقولي لي رأيك. كده موضوع المثلثات اللي اتوزعت على الاوض ما اتوزعتش بشكل عشوائي خالص، بالعكس ده كان موضوع منظم ومرتب. منظم ومرتب ازاي؟ يعني اول اوضه مثلا اتحط فيها المثلث كانت بتاعت ليان، وليان بتشوف ارواح الناس اللي ماتت، والاوضه الثانيه كانت بتاعت فارس، وفارس عنده قوه روحانيه كبيره جدا، والأوضة التالتة بتاعت زياد اللي أحلامه بتتحقق. أما أنا وإنتي بقى، فإحنا جالنا رسالة بتحذرنا. رسالة بتحذرنا؟ من إيه؟ أنا مش بقولك كده عشان خاطر تقلقي، أنا بقولك كده عشان نفكر سوا، نشوف مين من مصلحته يعمل معانا كده وليه؟ ليه واضحة جداً، لأنك أنت قلت خمس أسماء مختلفين ومميزين جداً في كل حاجة عن أي حد تاني. السؤال بقى، ليه إحنا الخمسة هنا؟ كده بقينا خمسة. كده بقينا خمسة. بقولي خلينا نخش ننام دلوقتي، وبكره نفكر نشوف هنعمل ايه. انا هاخد زياد وفارس ينام عندي في الخيمه، وانا هاخد ليان تنام معايا. يلا رجاله، يلا حبيبي، يلا حبيبي.